ميرسيه. انا عنياه جارتي في الشقه اللي تحتيجي على طول. اهلا وسهلا، اتفضلي. والنبي يا حبيبتي، انا اول ما سمعت ان الشقه سكنت وان السكان علي الجدد طرت طرت من الفرحه. ميرسي يا ست عنياه، باين عليكي ست طيبه والله. الله يخليكي. بس يا اختي يكون في عقلك، انا شقتي شقتك وشقتك شقتي، حكيم انا احب الناس قوي وعمري ما احب التكليف. مفيش في الدنيا احسن من ان الناس تحب بعضها. يخرب بيت وصاحب العمار، عرف ازاي يخلق الشقه دي من الحته الصغيره دي؟ ادم سكن بقى. ده راجل جشع طماع، بعيد عني. الود ده وده يعدلنا كلنا من العماره ويأجرها مفروشه. وفرش ايه زي ما انت شايفه كده اهو. بس بيني وبينك كده، الناس دي مش عامله حساب لاخرتها، دي اخرتهم سودة بعيد عنك. لكن انا وانت كده واللي زينا عجلنا حد، هم بقى على جهنم. يا عالم، اهلا وسهلا. اهلا بيكي. اهلا يا حبيبتي. شوكولاته؟ من يد ما نعدمهاش. كمان واحده. ايه بس ما كنتيش تحلفي. ايوه. عن اذنك ثانيه واحده. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. على فكره، ايوه حلوه قوي بلوستك دي. ميرسي. يعني لو جاني الجوب بقى كده ولا كده ابقى استلفها منك. تحت امرك في اي وقت. هو البيت بتاعك بيشتغل ايه؟ محامي. ربنا يحرسهولك. ميرسي. انا بقى البيه بتاعي بيشتغل في شركه استثمار كبيره قوي. حكم بيتكلم بالسبعه تولسون. هايل. بقالنا 12 سنه متجوزين والحمد لله عايشين عالي العال، عمرنا ما اتخانقنا مع بعض. اكيد راجل عظيم، لكن الرك برضه على الست. والمثل بيقول ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه. ما تستقليش بالكلام ده، هي صحيح امثال شعبيه لكن ليها معنى كبير وبتنفع. ماما دايما تقول لي كده. طب والست هتعود جوزها على ايه؟ حاجات كتير يا حبيبتي. يعني مثلا الكلمه في البيت لازم تبقى كلمتك. هم عليهم الشغل وبس، واحنا علينا الاداره الداخليه والعلاقات العامه. حلوه قوي حكايه الاداره الداخليه والعلاقات العامه دي. وكمان مصروف البيت لازم يبقى في ايدك، تصرفي اللي تصرفيه وتتكني اللي تتكنيه. بس متهيألي ما يصحش الواحده تعامل جوزها بالشكل ده. ده يصح ونص يا حبيبتي. هو حد ضامن الزمن اليومين دول؟ العيب الرجاله بقت كتير قوي. بيني وبينك كده، في نوع من الرجاله لما القرش يجري في ايدهم ينقلبوا ويفتروا. ايوه على راي المثل، يا مأمنه للرجال يا مأمنه للميه في الغربال. ماما دايما كانت تقول كده. مامتك دي باين عليها لذيذه قوي. العقوم مع الطلاق عن حاجه. ابدا، انا يا دوب كنت حبك عشان الغدا. يا اختي سيبك سيبك سيبك، الوقت قدامنا طويل، احنا قاعدين نتسمر مع بعض. على رايي طول عمرنا بنطبخ للرجاله، خدنا منهم ايه؟ بس ده كتير قوي يا معلم. حد رد ايه الجو؟ لو كان جو ساوي يا سعادة البيت كان معاكم على ابويا عيشته، كان بيسلط مراته على مرات اخويا. قول لي بقى ده ما تتقش؟ لا بس يا معلم كان قفل بابه عليه وريح روحه يعني. الله 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 الله. مريم سيد انت معانا ولا معانا؟ ايوه ابراهيم. الجلسة معاك؟ ساعة البيه القاضي أجل الجلسة لغاية بكرة، يظهر خد برد وراخ. طب ابعد عني أحسن تعدين. وعشان حبك يفضل مكلبش دايما في قلبه، حسيتيه دايما من وقت للتاني إن ده بيعكسك، ده بيغزلك، يوم يحس دايما بقيمتك ويلبس تحت رجليك. جبت الحاجات دي كلها منين يا ست عنياه؟ ده انت ممكن تعملي كتاب عن السعاده الزوجيه. هو انت لسه سمعتي حاجه؟ الحمد لله على السلامه يا حبيبي. عنايات هاني مجارتنا. اهلا وسهلا. الف مبروك يا عريس. سلامتك يا حبيبي. انت عيان ولا ايه؟ شويه. ادخل استريح.
تعالي تعالي هنا، ما تلبقيش عليه قوي كده يا اختي، احسن بعدين يسوق فيها وما تعرفيش تاخدي منه لحق ولا باطل بعد كده. بس ده عيان بجد. وماله يا حبيبتي، الست مننا لازم تداري على عواطفها شويه احسن. يا لهوي يا لهوي على الرجاله لما يعرفوا ان احنا سواهم واقعين. معقول بره؟ طب امشي انا بقى احسن من التعجيله. مع السلامه يا حبيبي. الله يسلمك. لحقت الصاحب على الجيران وجيران الجيران، استاذ عبد السلام بالليل والست عناب بتاعتك دي بالنهار. على فكره الاستاذ عبد السلام عازمنا على العشاء الليله دي، ما تنساش. انت مش بتقولي مامتك معزومه النهارده عندنا على العشاء؟ ما هي مامتي كمان معزومه معانا عند الاستاذ عبد السلام. هو يعرفها منين بس عشان يعزمها على العشاء؟ وبعدين يا حبيبي انت عيان وعندك برد ما تتكلمش. بصراحه بقى انا راجل البيت ولازم اقول رايي. وانا مسؤوله عن الاداره الداخليه في البيت والعلاقات العامه، وبما ان عبد السلام افندي جارنا يبقى تابع للاداره الداخليه والعلاقات العامه. بتقولي ايه؟ انت متجوزه عريس قطاع عام؟ يعني يرضيك اطلع عيله في كلامي قدام الراجل؟ نهايته من هنا لغايه بالليل ربنا يحلها. بتبص لي كده ليه؟ ايه في ايه؟ اصلك بقالك مده ما عطستش. والله انا حر بقى اعطس وقت ما انا عايز. تلاقيك بتتمارض عشان تعرف عواطفي، انا فاهمه العيب الرجاله كويس. انت جبت الكلام ده منين؟ إيه؟ دي ثقافه عامه، ولا انت فاهم بس ان المحاميين هم اللي مخهم كبير؟ بقول لك ايه؟ احسن حاجه تحضري لي الغدا، احسن هموت من الجوع. احمد حبيبي، انا متاسفه قوي ما لحقتش اطبخ. ايه؟ ما لحقتش اطبخ. ما لحقتيش تطبخي؟ الست عناد جارتنا اللي شفتها جت من الصبح، وقبل منها الناس اللي جابوا العفش، عشان كده ما قدرتش اعمل حاجه. مش انا قايل لك ان انا لازم انام بعد ما اتغدى وبعد كده بعد ما اتغدى اروح المكتب انام ساعتين؟ لازم انام ساعتين، وبعد ما انام ساعتين اجي من المكتب ادرس القضايا واشرب اللبن وانام في هدوء. مش احنا متفقين على كده؟ انزل هات اي حاجه جاهزه وتكون خفيفه. انزل انزل السلالم دي كلها؟ هو انا لو نزلت هيبقى ليا نفسي اكل خفيف ولا ايه؟ فين ايام ما كنت ساكن معاك؟ يا الله قصدك ايه بقى من الكلام ده بقى؟ 100 مره قلت لك ما تخرجيش من غير اذني. انا كنت جوه البيت مش بره. مش عايز كلام. امرك. اروح في خالك الغدا. تعالي هنا. فاضل كم جنيه سبتهولك الصبح؟ 15 قرش. وفاضل 10 سعر مصروف امبارح. ايوه يبقوا ربع جنيه اهو. خدي عليه ربع جنيه كمان وده مصروف بكره، فاهمه؟ وهو النص جنيه ده هيكفي؟ الصرافي ماليش دعوه. امرك. وعشان حبك يفضل مكلبش دايما في قلبه، حسسيه دايما من وقت للتاني ان ده بيعكسك ده بيغزلك، يوم يحس دايما بقيمتك ويالي بس تحت رجليه.